زي ما بيقولوا يسهلوا على نفسهم وعلى الجهاز وعلى الجمهور وعلى الدنيا كلها يعني. ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، كل سنه وانتم طيبين. سلام طيب. بمناسبه رمضان، بالمناسبه دلوقتي الساعه عدت 12، بقت 12 ودقيقتين، واخدين بالكم؟ 12 ودقيقتين النهارده 16/5، ما بيفكركمش التاريخ ده بحاجه؟ احنا ابيض واسود. انتوا ابيض واسود كسبنا فيه كتير ولا حاجه؟ احنا ابيض واسود، احنا مش الوان. كسبنا كتير ولا حاجه فيه ولا التاريخ كسبنا لو حضرتك تتذكر هي حاجه طبعا، وانا لا اقصد ان انا اغلس على حد او حاجه، ولكن انا اقصد ان انا افرح جمهور النادي الاهلي الحقيقه، لان هو دائما ما بيفرح بهذه الذكرى، ذكرى فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك 6-1. طيب فهي يوم 16/5، فانا الحقيقه استنيت لغايه 12 ودقيقه دقيقتين. طب حلو يعني، بس ده مش في الابيض واسود. لا احنا كنا بنتفرج على يعني، احنا دخلنا في المود دلوقتي، المود بقى بتاع الست. احنا بلاك اند طقم ده. هم دول اللي كسبوا 6-1، وهذا الجيل الرائع الحقيقه. يمكن السنه دي تحديدا نادي الاسماعيلي هو اللي فاز بالدوري، ولكن النادي الاهلي كان واحده من افضل المباريات في تاريخ النادي الاهلي. الكل دائما يتذكر، جمهور النادي الاهلي يتذكر هذه المباراه. عمره ما هينسى الماتش ده. طبعا في ماتشات كده بتبقى بصمه يعني. احنا على ايامنا ماتش 4-2 اللي هو بتاع الكاس، كاس مصر.